الخير واهلا بكم معنا وفقرتنا الاسبوعيه فقره الجمال والجلد. البشره من اهم الاجزاء في جسم الانسان اللي المفروض ان الانسان يحافظ عليها سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء. عن اهميه البشره وكيفيه المحافظه عليها هيكون لقائنا هذا الاسبوع مع الاستاذ الدكتور منير ويليام استشاري جراحه التجميل والامراض الجلديه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. دايما يا دكتور بنسأل حضرتك عن كيفية العناية والمحافظة على بشرتنا. طبعا في فصل الصيف بيكون في بعض التحفظات ودايما ايضا في فصل الصيف بنعطي بعض النصائح، لكن اكيد في فصل الشتاء ايضا هناك مشاكل بتواجه البشرة سواء لست البيت العادية او حتى السيدة العاملة اللي بتتعرض للهواء والمطر وايضا للبرودة، وفي بعض الاحيان بتكون الشمس ايضا في الشتاء ساطعة لكنها ممكن الى حد ما تسبب مشاكل في البشرة. ففي البداية نعرف من حضرتك انواع البشرة المختلفة والعناية اللازمة لكل نوع من هذه الانواع. والحقيقة زي ما سيادتك قلتي ان البشرة ليها انواع مختلفة. الحقيقة البشرة بنقسمها لست انواع. النوع الاول من البشرة هو البشرة الدهنية. البشرة الدهنية تتميز بثلاث ميزات. الميزة الاولانية ان البشرة دي بتبان ليها طبقة لامعة بمجرد النظر اليها، دي حاجة. الحاجة الثانية ان المسام بتاعة الجلد بتبقى واضحة بعض الشيء. الحاجة الثالثة ان هذه البشرة سميكة. والحقيقة البشرة الدهنية تتميز بانها تستطيع ان تحافظ على الوجه ضد تجاعيد الزمن. النوع الثاني من البشرة هو البشرة الجافة. وهذه البشرة اساسا بتتميز بوجود خشونة جامدة بالنسبة لها، ايضا بوجود بعض القشور، وايضا علامات الزمن وتجاعيد الوجه بتظهر فيها بسرعة. النوع الثالث من البشرة هو البشرة المركبة. ان انا الاقي مقدمة الرأس مع الانف بشرة دهنية والخدين بتبقى بشرة جافة وتبقى بشرة مركبة. النوع الرابع من البشرة هي البشرة المتوازنة اللي فيها بتبقى البشرة دي امنية كل شخص ان تكون بشرته متوازنة، اللي فيها بتبقى شيء من الهدوء وشيء من الجمال بحيث ان هذه البشرة لا يصيبها اي نوع من الالتهابات وهكذا. النوع الخامس من البشرة هي البشرة الحساسة. بمجرد تعرض هذا الشخص لاي تغير في طبقات الجو او لاي نوع من الاكل يبتدي تحصل التهابات معينه في البشره وبتبقى ليها مشاكلها دايما. النوع الاخير من البشره النوع السادس هو البشره الملطخه، اللي هي عاده بنلاقيها بعد اصابه الشخص بحبوب شباب او التهابات تبتدي تعمل علامات واشكال معينه. زي ما سيادتك شايفه ان كل نوع من الانواع بيفرق من حيث اسبابه ومسبباته وطرق ايضا العنايه بالنسبه له. لو اتكلمنا عن فصل الشتاء وعلاقته ببشرتنا يا دكتور، هل في نصايح معينه من حضرتك؟ هل في طرق معينه للحفاظ على البشره؟ هل في امراض معينه او اعراض معينه بتواجه بشرتنا؟ هو الحقيقه علشان ارد على هذا السؤال بنمسكهم بشره بشره، بشره زي البشره الدهنيه. البشره الدهنيه دي الميزه في هذه البشره ان هذه البشره تستطيع ان تقاوم تجاعيد الوجه وعلامات الزمن. ولكن اذا نظرنا للبشره الدهنيه بصفه عامه علشان نتكلم بالنسبه لها، فبنلاقي هذه البشرة إذا أصيبت بأمراض تستطيع أن أنا ألاقي فيها أمراض كثيرة جدا، قد تكون أمراض غير محددة زي الدمامل والخراجيج وغيرها، ولكن قد تكون أمراض محددة على سبيل المثال مرض حب الشباب، على سبيل المثال قشور الشعر، على سبيل المثال الجزيمة الدهنية. إنما لو مسكت مرض تاني بشرة تانية نوع تاني من البشرة زي البشرة الجافة. هذه البشرة الحقيقة تعتبر من أصعب أنواع البشرات، وممكن يكون الشخص بسوء معاملته لبشرته الدهنية تحولت البشرة بكثرة الغسيل وبكثرة استخدامه أو استخدام أنواع معينة من الصابون اللي الجلد ما بيقبلهاش، أو استخدام بعض أنواع من الأدوية أو الكريمات الموضعية اللي ممكن تؤدي لتحسس الجلد وجفافه. هذه البشرة بتظهر فيها علامات الزمن، لكن من أشهر عيوبها جدا إن هي تصاب بمرض زي إكزيما الجفاف. وعشان كده إحنا لما نيجي نتكلم عن أي نوع من البشرة لازم نشوف علشان نقي البشرة أو نحافظ عليها لازم نشوف نوع البشرة، دي حاجة. لازم نستخدم الصابون الملائم لهذه البشرة. لازم نشوف إذا أصيبت هذه البشرة بأي نوع من الأمراض لازم نستشير استشارة طبية سريعة بحيث إن احنا نقضي على هذه الآثار. إذا ظهر مرض زي مرض حبوب الشباب لازم ناخد النصائح بالنسبة له، إزاي نبعد عن الحبوب ذات الرؤوس البيضاء، إزاي ما نلعبش فيها، إزاي الحبوب ذات الرؤوس نستخدم كريمات موضعية أو أدوية موضعية علشان نحافظ عليها. كل دي اشياء مهمه جدا للمحافظه على جمال ورونق البشره. وما ننساش اهم نصيحه اللي هي تتعلق بالاغذيه اللي بناكلها. لابد ان احنا نتناول الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين الف المكون الاساسي للبشره، ولابد ان نتناول الخضروات الطازجه اللي فيها فيتامين جيم اللي بيغذي الاوعيه الدمويه المسؤوله عن جمال ونضاره البشره.
يبقى غذائنا عامل اساسي للمحافظه على بشرتنا. دكتور منير، كلام حضرتك عن البشرة طبعا كلام مهم جدا وممكن ياخد مننا حلقات وحلقات، لكن احنا عايزين نتكلم عن نقطة هامة جدا ايضا خاصة بالبشرة، اللي هي الماسكات الطبيعية اللي حضرتك دايما كنت بتنصحنا بيها. لكن هذه الماسكات اعتقد انه في بعض السيدات بيلجأوا لتنظيف البشرة عن طريق حمام البخار، فهل حمام البخار لازم وضروري قبل وضع الماسك؟ لا، الحقيقة حمام البخار حاجة والماسكات حاجة تانية. حمام البخار ذو فايدة كبيرة بالنسبة للبشرة الدهنية، لكن ضار جدا بالنسبة للبشرة الجافة. علشان كده حمام البخار ده لا يستخدم في أي نوع من أنواع البشرة. إذا رجعنا بالنسبة للماسكات، فالحقيقة على حسب نوع البشرة نستطيع إن احنا نستخدم الماسك اللازم ليها. على سبيل المثال لما تكون البشرة دهنية، ففي ماسكات كثيره جدا، منها على سبيل المثال ان احنا ممكن في ماسك بنستخدم فيه الخميره، الوش بيتغسل بميه دافيه وتنشف كويس، وتتحط قطعه من الخميره في الميه الدافيه، وبعدين بتدوب بطريقه معينه، وباصابع ايدينا بنضعها على الوجه بعيد عن الفم وبعيد عن العين، ونسيبها تلت ساعه ونغسلها بميه دافيه. ده ماسك. في ناس بيشربوا الخميره دي يا دكتور، ده علشان اشياء داخليه بالنسبه للجسم، وايضا ليها انطباع على الوجه مفيد طبعا. الحاجة التانية ممكن ماسك نستخدمه عن طريق بنستخدم فيه الملح، ان احنا بنجيب صابون ليه رغوة ونضع عليه قليل من الملح، ونستخدم هذا الصابون بوضعه كماسك على الوجه بطريقة دائرية، ويتساب لمدة 10 دقائق وبعدين يتغسل بمية دافية. ده ماسك. ممكن البشرة ايه دكتور؟ البشرة الدهنية. برضو ماسك تاني للبشرة الدهنية، ان انا ممكن استخدم عصير الفراولة. الفراولة دي مادة قابضة ومنظفة للجلد، بتعصر الفراولة ويؤخذ العصير ويوضع على الوجه لمدة تلت ساعة، ثم يغسل بمية باردة، وده ممكن يكون ماسك مفيد للبشره الدهنيه. بالنسبه للبشره الجافه ففي ماسكات مفيده، منها على سبيل المثال الطماطم. لو اخذ عصير الطماطم ووضع على البشره الدهنيه البشره الجافه وترك لمده ثلث ساعه وبعد كده بغسله بميه فتره، ممكن ده مفيد جدا للبشره الجافه. ايضا في ماسك تاني للبشره الجافه انا اقدر استخدمه، اني بستخدم معلقه عسل نحل مع بياض بيضه، ويقلب ويوضع على الوجه ويترك لمده ثلث ساعه ويغسل بميه فتره، ممكن ده مفيد جدا للبشره الجافه. بشره زي البشره الحساسه ممكن استخدم لها عصير الخيار، ان انا بعصر عصير خيار وبيوضع على الوجه وبيترك لمده من 10 لربع ساعه 10 دقائق لربع ساعه ويغسل بميه بارده، ده مفيد للبشره الحساسه. ايضا ممكن ماسك تاني عن طريق شرايح البطاطس، اذا وضعت على البشره الحساسه وتركت لمدة تلت ساعة، فيها مادة قابضة تستطيع ان هي تمتص الحساسية الموجودة في داخل الجلد، وده ذو افادة. لكن عشان اسهل لعزيز المشاهد بقول ان ممكن استخدم الزبادي كعنصر اساسي لكل هذه الماسكات. فاذا اضيف الزبادي اضيف ليه عسل النحل، ده ممكن يستخدم للبشرة الجافة. واذا اضيف للزبادي الطماطم عصير الطماطم، ده ممكن يستخدم في البشرة الدهنية. وإذا أضيف للزبادي عصير البقدونس، ده ممكن يستخدم في البشرة المركبة. وإذا أضيف للزبادي بياض بيضة، ممكن يستخدم في البشرة الملطخة. لكن في كل الحالات بيستخدم المزيج ويوضع على الوجه لمدة تلت ساعة، ثم يخزن مية باردة. فده ممكن يكون بسهولة كماسك بالنسبة لأنواع البشرات. طبعا هي في ماسكات كثيرة جدا، لكل شخص بيختار المناسب دي، ولابد من استشارة طبية، انما دي في ببساطة بعض اشهر الماسكات بالنسبة لانواع البشرات. بنشكرك جدا يا دكتور في نهاية اللقاء. شكرا. اعزائي المشاهدين، في نهاية اللقاء بنشكركم، نلتقي بكم الاسبوع القادم وفقرة الجمال والجلد. شكرا لكم والى اللقاء.